مثلا مدينه ما عندناش مثلا الماء شيء يكون الماء تم تشيكو هي جملة من المطالب الأساسية لأن المعهد عاد منذ أكثر من 30 سنة عاد أعظم وجود السفير اللي تراكمت نتيجة غياب هذا القانون الأساسي تراكمت المطالب طوال بدون حل في الماضي ما كانش عندنا سفير لكن الأساطير من الرئيس أصبح عندنا سفير رجعنا معناه وكأننا انطلقنا من السفير بقي مطالب التي تخص الموظفين تخص الحرية تخص المسار المهني تخص المسار الموظف مع الزملاء ما نقدرش ما نقدرش كثيرا بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى مثل المؤسسة بتاعنا يعني فينا وضعنا تقريبا حوالي 30 سنة 25 سنة ولكن ما سبب لي هو تراكم الماضي بلاش نحط لازم الإدراك باش نخش على خاطر صار ثورة أصبحنا نظم قيمة بقية المؤسسات معناها الإدراك أصبح نظم ما كانش المطالب هي جملة المطالب هي عديدة هذه المطالب كما قلت هي ناجمة عن تراكمات التفاصيل الاجتماعية كثيرة وتراكمات الماضي كثيرة ومظالم الماضي كثيرة ضمن المعهد في ربط علاقة الوصل بين معناتها ما يحدث على مستوى العالم من مواصفات ومنجد المنتج التونسي ودور حساس معناتها في حلقة الإنتاج العام التونسي وحلقة تطوير المنتج التونسي كسوسوا صناعي ولا غير صناعي ولا خدمي أو من أي نوع من أي نوع معناها نشاط المحفوظ من حيث القيمة الفنية وحتى الكمية الكبيرة يعني هو قيمته كبيرة جدا يعني نوعيا عمل المحفوظ كبير وقلة في البلاد معناتها اللي كيمتريز معناتها ستيسياليتي المصفات والإشارة الطبية المعهد كان عنده سبق في إحداث برنامج تأهيل الشباب قام على الناس اللي وما ندخلش في التفاصيل خطر عديدة عندنا 6 مطالب تقريبا كبيرة تفاصيلها عديدة وتشعباتها كثيرة وهي ناجمة عن تراكمات يعني هي حق من الماضي وليس حق من الماضي الطلب الثاني هو حق من الماضي حق الموسم المحتوى 2009 2005 2014 كما أي موظف في الدولة أي مؤسسة وخاصة المؤسسة تأدي في الخدمات وتكون دولة يشهد له الكثير في الداخل وفي الخارج كلام معلوم تعالى ما التواجب اليوم الوزارة شنو موقفها على مستوى الوزارة معناها هذا إشكال كبير يعني دولة الملف مهم في داخل إدارة عامة معينة احنا المعهد عندنا إدارة عامة لكن وكأن الإدارة العامة طبعا المعهد ماهيش إدارة عامة كأنها ما يسود الأكسيون ولا سيرفيس ولا منفعة فهمني يعني إدارة عامة المنشآت العمومية مش قادرة تعمل معاها كإدارة عامة مثيلة معناتها ما عندهاش الحق باش تاخذ قرارات المعهد ما عندوش باش الحق باش ياخذ قرارات إلا هو يا يعني يقدم مقترحات يعني حتى الإدارة تقدم مقترحات للإدارة الإدارة هي تتصرف بعيدا معناها عن الـ عن الأنظار وبعيدا عن وداخل ربما كونس الإدارة لا نرى معناتها تفاعلا مع مطالبنا وفي كل مرة يقع وعد ونقض العهد وإلى معناتها وقع تكرار ذلك نحن متمسكون بالإضراب بتاعنا اللي أعلن عليه سابقا كان ثم تجاوب وإذا كان لقينا حسينا بتجاوب من طرف اللي واحد لكن طلب منا الاظهار الاضرار فهمني وهذا ما نجموش نقوم به احنا كنقابه وحتى الكريديبيليتي نتاعنا العاصمه لا نتاعنا مع المظالم نتاع متراكماتها مختلفه مش على مناحيليه ولا مطبيه
المستجد المستجد هي قديمة غير قديمة غير قديمة أن معناتها الخروج إلى جانب زملائنا اللي ينتخبون واللي حطوا ثقتهم فيه حبينا أن نكرهم نحن معناها متمسكون بالفرض زملائنا واحنا في المستوى الوطني الأساسي بتاعنا نسعوا ونحبوا معناتها هذه الرمانة نفرقوها بينا وبين الوزارة علاش لأنه في دون المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية هي تعامل كغيرها تعامل كآخر سلم الأولوية تعامل شوف الجمهور ما نجمش نعمل 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 بعدنا مطالب معنوية مطالبنا عمرها ما كانت مادية رغم اللي احنا مؤسسة رابحة وحقه في أرباح سنوية مهمة ومهمة جدا. احنا على سبيل المثال في 2011 حققنا 1.5 مليار كأرباح. احنا مؤسسة عمومية نتبع وزارة الإشراف وزارة الصناعة اللي احنا فيها اليوم. وزارة الصناعة هذه ما قبل 14 جانفي 2011 ما بعد 14 جانفي 2011 نفس الشيء نفس المعاملة ونفس الشيء. مع العلم اني راي مؤسسة رابحة. راي مؤسسة رابحة. ما طلبنا ما طلبنا احنا طالبوا الدرجه الاولى بفتح ابواب الحيوان احنا وزاره الصناعه اللي هي وزاره الاشراف نتاعنا رافضه حتى تتحاور معنا احنا في اخر جلسه صلحيه في ولايه تونس طلبنا انه حتى يتاجل الاضراب وزاره الصناعه هي اللي دفعت الاضراب وهي اللي انسحبت من الجلسه وهي اللي تهدد تقول انكم تمشيوا تضربوا ما تنجموا تعملوا حتى شيء احنا سبقوا انه قمنا بالاضراب في 2013 في مايو 2013 وجينا لوزاره الصناعه كيف كيف كما المره هذه حتى حد ما قابلنا حتى حد ما توالع باش يهبطنا ويسمع مطالبنا احنا مطالبنا مطالب معنوية الدرجة الأساسية مطالب تتمحور حول إعادة هيكلة المعهد حول تنقيح الأنظمة القانونية نتاعو حول تسوية وضعيات بعض العوام حول فتح مناظرات داخلية لبعض الزملاء اللي مسقفين بلوكيت أو عندهم شي 15 سنة فما شكون عنده 30 سنة ومش شارك في حتى مناظرة احنا كما تعرفوا ما قبل 14 جار في لينور بي هي مؤسسة كانت تخضع بطبيعة إلى غايات وإلى معناها أشياء أخرى لا فايتة تعرفها الناس كله يعرفها الشعب التونسي. إحنا اليوم إحنا ناس وطنيين إحنا موظفين معهد ناس مسؤولين نقابتنا وهياكلنا هياكل نوعية مسؤولة إحنا تنقلنا اليوم في إضرابنا في أول أيام إضرابنا الإضراب اللي تواصل المريض اليوم وضع جينا لوزارة الصناعة إحنا طالبين فقط فتح قنوات الحيوان ونحبوا حوار جدي ما نحبوش يجوا يتحاوروا معنا نصحوا ونمضيوا دي بي ومن بعد تتحط في الرفوف احنا الاشكاليه الوحيده بتاعنا ان الاداره العامه للاشراف على المنشآت العموميه هي اللي تهمش مطالبنا وهي اللي قاعده اللي عندنا في الوقت كله نجتمع بطبيعه الحكم هي المهنه بتاعنا تشرف على المؤسسات العموميه كما المعهد تتفاوض معنا في الأخير ما تلتزمش بحتى تفاوض. احنا اليوم جينا لوزير الصناعة وآمالنا كبيرة ومعناها بطريقة سلمية بطريقة حضارية جينا نحبوا نوصلوا صوتنا لوزير الصناعة. سنو صغير عامين نحن نتعاملوا أعوام كما قالت الزميلة 30 سنة المعهد أكثر من 30 سنة مع السيدة هدية والسيدة هدية هي كاسة بالنسبة مش لنور بي فقط بل كل المنشآت العمومية وكانت إيجابية معانا
عمرها ما كانت ايجابيه مع هذا المعهد، دائما تبعث لنا في الاخزام، تبعث لنا في الازلام، ايش تحاول معاه.